أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت. نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الأوقاف توقع 3 اتفاقيات للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج اليمن. انعقاد فعاليات اليوم العلمي المشترك لصحة الأم والطفل بمدينة المكلا. حفل تكريمي لتخريج دفعتين من ثانوية سيئون النموذجية للبنين والبنات بسيئون. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وقع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش بمدينة جدة 3 اتفاقيات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج اليمن. وأوضح الرباش أن الاتفاقية الأولى التي وقعت مع وزارة الحج بالسعودية تتعلق بتنظيم مسارات حركة حجاج اليمن بعد وقوفهم بعرفات وتوجههم نحو مشعر مزدلفة ثم مشعر منى ثم الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وعودتهم إلى مخيماتهم بمشعر منى وفق جداول محددة ومزمنة ومنسقة مع حركة حجاج بعثات الحج الإسلامية بهدف تسهيل المرور وتخفيف الزحام وضمان عدم حدوث التدافع والزحام. كما جرى توقيع اتفاقية تعاون تقضي باستقبال الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية واستقبالهم والإشراف على إنهاء إجراءاتهم حتى وصولهم الأراضي المقدسة. ووقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع النقابة العامة للسيارات المعنية بترتيب وتنظيم خدمات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة. عقدت بمدينة المكلا فعاليات اليوم العلمي المشترك لصحة الأم والطفل بتنظيم من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فرع المكلا بالشراكة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت. وناقش اليوم العلمي بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء والاستشاريين عددا من المحاور التي تتعلق بصحة الأم والمولود والإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية لأمراض الأمهات الحوامل ومسببات سوء التغذية ودور الرضاعة الطبيعية واستعراض مؤشرات الولادات الطبيعية والعمليات القيصرية ومعدلات وفيات الأمهات والمواليد الخدج. وأكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أهمية تنظيم الفعاليات العلمية التي تمثل أحد روافد تبادل الخبرات في مجال الصحة والطب والتمريض منوها بما تتضمنه هذه الفعالية من محاور لقضايا متعددة تتعلق بصحة الأمهات والمواليد. اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا على سير العمل الجاري بمشروع طريق الدائري وسط الذي يربط مناطق ديس المكلا. وتعرف المحافظ من المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري على مستوى الإنجاز في المشروع البالغ 45% بطول إجمالي 4 كيلو و400 متر، متفقدا العبارة الخرسانية التي تم إنجازها بطول 47 متر. وأشاد المحافظ بمستوى العمل والإنجاز بالمشروع مشددا على الالتزام بالضوابط الفنية. وفي السياق نفسه تفقد المحافظ بن ماضي الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع خور المكلا. وبحث بن ماضي مع المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق المهندس صالح العمري المراحل المستقبلية للمشروع وتدليل أي معوقات للمشروع. أقامت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية بمدينة سيئون الحفلة التكريمية لتخرج الدفعة 15 من ثانوية سيئون النموذجية للبنين والتاسعة للثانوية النموذجية للبنات تحت رعاية من الشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان تحت وسم ربما حلم. المزيد في التقرير الآتي. ربما حلم شعار هنا لكنه حقيقة مجسدة. 186 طالبا وطالبة تفتخر بهم مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ضمن قوافل خريجي ثانويات سيئون النموذجية للبنين والبنات بعد جني ثمار التفوق والنجاح لأعوام دراسية خلفت أثرا عظيما على واقعهم ومهاراتهم تحت رعاية وإشراف من الشيخ المهندس
عبد الله بن أحمد بقشان. نحن نحتفي اليوم بتخرج الدفعة 15 للبنين والدفعة 9 للبنات. جميعهم كانوا متفوقين وبدرجات عالية جدا. جميعهم أثبتوا في يوم من الأيام بأن الطالب النموذجي هو طالب قابل لأي أنواع من أنواع الضغوط الإيجابية الأكاديمية. مهما صقلت هذه الشخصية فأن الطالب يستوعب ويستجيب لها بشكل كبير جدا. هذا الحفل الذي كانت فقراته في غاية الروعة والترتيب وبشكل إبداعي، أبناءنا هؤلاء الذين أعددناهم في الثانويات النموذجية إن شاء الله سيولجون إلى الحياة الجامعية وإلى الحياة العامة، وهم مزودين بمهارات حياتية وبأدوات التفوق والنجاح إن شاء الله. نحن نعول عليهم إن شاء الله في قيادة المستقبل. زرعنا البذور قبل 3 سنوات وحظينا بالثمار هذا اليوم. طبعا الشكر كل الشكر لإدارتنا الحكيمة ولقياداتنا ولثانويتنا ولمؤسسة حضرموت وللشيخ عبد الله بقشان كل الشكر. حفل نوعي، حفل نموذجي لطلاب نموذجيين وفي ثانوية نموذجية ولناس نموذجية، شكرا وكل الشكر. فقرات متميزة شهدها الحفل عكست ثمار عملية تعليمية خلال 3 سنوات بمشاعر فرح حقيقية لدى الحاضرين بعد إعدادهم للحياة في الثانويات النموذجية، مكتسبين معارف ومهارات تربوية وتعليمية سعيا للوصول إلى الجامعات العالمية المرموقة. تم اليوم حفل تخرجنا، شكرا لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية وشكر خاص للشيخ بقشان. صراحة لا تفينا الكلمات بوصف المشاعر لهذا اليوم السعيد، يوم تخرجنا من ثانويات سيئون النموذجية. هذه المسيرة التي دامت لمدة 3 أعوام تخطينا فيها جميع المصاعب وحاولنا قدر الإمكان أن نحقق أعلى المستويات. الحمد لله على الوصول، الحمد لله على النهايات، الحمد لله على هذه التجربة العظيمة التي لا يحظى بها أي فرد. كانت المؤسسة، مؤسسة حضرموت، أعطتنا هذه التجربة المختلفة عن بقية طلاب المنطقة التي حظت بها منطقة حضرموت. طلاب النخبة حظوا بهذه التجربة التي يمكن أن تسمى مختلفة، وهي سهلة لأصحابها ولأهل الهمم. هذه 3 سنوات أستطيع أن أقول أنها قد غيرتنا، وقد وصلنا هنا اليوم بعد فضل من الله وثقة جمة أعطتنا إياها. مسيرة العلم والجد والاجتهاد تمضي مع هؤلاء وتودع الثانوية النموذجية دفعة أخرى من طلابها بتاج العلم والمعرفة والقيم والأخلاق، ليصبحوا مخرجا تفتخر بهم حضرموت. وقعت بمدينة سيئون مذكرة تفاهم بين مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وجامعة سيئون لخدمة الأهداف المشتركة بين الجهتين في مجال التعليم والبحث العلمي ودعم برامج التدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس صارق بلخشر إلى أهمية الشراكة مع جامعة سيئون ودورها في مواصلة العمل المشترك بين الجامعة والمؤسسة لما فيه خدمة التعليم والنهوض به وتحقيق التعاون وتبادل المنافع والاستشارات، وما ستقدمه هذه الشراكة من تسهيلات وتعاون يخدم الطرفين. بدوره أعرب رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري عن سعادته بهذه الشراكة مع مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وأهميتها في تعزيز مجالات المشاركة والتعاون في إقامة ورش عمل والندوات والمؤتمرات العلمية وتأهيل الهيئة التدريسية للدراسات العليا في الجامعات الخارجية وتطوير المختبرات والمكتبات في كليات الجامعة بما يخدم البحث العلمي. أقامت مدارس حضرموت العالمية بالمكلا الحفل التكريمي السنوي للطلاب الأوائل وخريجي IGCSE للعام 2022-2023، وتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية للطلاب، وكرمت إدارة المدرسة طلابها الخريجين وسط أجواء فرائحية مع أهالي الطلاب. المزيد في التقرير الآتي نشاهد. حفل رفرفت فيه القلوب والمشاعر، وعلت فيه الصيحات والأهازيج، واختلطت فيه دموع الفرح بمشاعر السعادة،
حيث أقامت مدارس حضرموت العالمية الحفل التكريمي السنوي للطلاب الأوائل وخريجي الجي سي اس اي للعام الدراسي 2022-2023 بحضور الشخصيات الاجتماعية والكوادر التربوية وجمع غفير من أهالي الطلاب. طبعا اليوم ما شاء الله الحفل السنوي للمدارس حضرموت العالمية. مدارس حضرموت العالمية زي ما تعرفون يعني بنت 2011، والحمد لله اليوم تجني ثمرات إنجازات كبيرة، وهذا يدل على مجهودات كبيرة من السيد الوالد السيد محسن المحضار اللي هو قايم بدور كبير، مجهود كبير في إبراز مخرجات هذه المدرسة من بدايتها وإبرازها على مستوى عالمي وليس على مستوى محلي. الحمد لله اليوم نشاهد النتائج على المستوى العالي. الحفل التكريمي احتوى على كلمات ترحيبية وقصائد شعرية ورقصات استعراضية ومشاهد سردية نالت استحسان الحاضرين، كما تم في الفعالية استقبال الخريجين والاستماع لكلمتهم وتكريمهم. وفي نهاية الاحتفالية جرى تكريم الخريجين الأوائل بشهادات التفوق والنجاح. في الحقيقة كانت هذه أجمل لحظاتنا في هذا الحفل، فهي لحظات لا تنسى. وأنا كخريج يعني تجاوزت مرحلة والتي هي مرحلة الثانوية، ولا يزال هناك مراحل الجامعة والماجستير والبكالوريوس. وحقا أنا أشكر مدرسة ما قدمته لي، فقد قدمت مدارس حضرموت العالمية تعليما ومؤهلات تعليمية فائقة قد لا توجد في بعض من المدارس الأخرى في محافظة حضرموت. لقد كان يوما مميزا للجميع من ناحية الطلاب والأهالي والمدرسين أيضا، حيث أتمنا 11 عاما حصلنا على التقدير الذي استحققناه في مسيرتنا الدراسية هذه. مدارس حضرموت العالمية تحتفل كل عام بتخرج دفعة جديدة من بين أفيائها، واحتفت هذا العام بتخرج 14 طالب وطالبة، فالأرقام شاهدة على قوام التأسيس والبنية الراسخة لهذا الصرح الشامخ المتفرد بشعاره الموسوم هي وجهتك نحو تعليم عالي. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 323 نازحا داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. ووثقت الأونروا تعرض 222 مبنى تابعا لها لاعتداءات مختلفة، تسبب ذلك في أضرار كلية وجزئية ل 132 منشأة، لافتة أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضا داخل مراكز الإيواء التي يوجد فيها 1,400,000 نازح فلسطيني من مناطق مختلفة في قطاع غزة. وأشارت الأونروا إلى أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مبينة أن 85% من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم. طور العلماء اختبارا جديدا للحمض النووي يمكنه من اكتشاف 18 نوعا مختلفا من السرطان في مرحلة مبكرة من المرض، في دراسة تشمل جميع الأعضاء الرئيسة في جسم الإنسان. ويقول العلماء أن النتائج الجديدة يمكن أن تبدأ جيلا جديدا من اختبارات الفحص للكشف المبكر عن السرطان. وأشارت الدراسة إلى أن الاختبار يمكن أن يساعد بشكل خاص في اكتشاف العديد من الاختلافات الخاصة بالجنس في السرطان، بما في ذلك اختلافات المرض بين الرجال والنساء من حيث العمر عند حدوثه وأنواع السرطان والتغيرات الجينية. ختام النشرة مشاهدينا، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الأوقاف توقع 3 اتفاقيات للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج اليمن. انعقاد فعاليات اليوم العلمي المشترك لصحة الأم والطفل بمدينة المكلا.
حفل تكريمي لتخريج دفعتين من ثانوية سيئون النموجية للبنين والبنات بسيئون. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. في أمان الله.